تم تخصيص برنامج تكويني مكيف لفائدة هذه الفئة وإجراءات خاصة، وذلك من خلال منح الأولوية لها للالتحاق بالتكوينات المهنية المتاحة على أساس تناسب التخصص المرغوب فيه مع طبيعة إعاقتهم، إضافة إلى منح رخصة تخفيض المستوى الدراسي بسنة واحدة للالتحاق بالتخصصات من المستوى الأول والثاني والثالث، كما منحت الأولوية لها في الاستفادة من الإيواء. بالإضافة إلى كل ذلك، فقد حدد القانون رقم 18/10 المؤرخ في 10 جوان 2018 المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين المكتسبات الممنوحة لها في مجال التمهين والمتمثلة أساساً في حق الالتحاق بالتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإقرار تدابير تحفيزية لفائدة المستخدمين والأساتذة المكونين المكلفين بالتمهين لهذه الفئة، وكذلك الإعفاء من شرط السن الأقصى المحدد للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين. وفي مجال تعزيز القدرات والإمكانيات البيداغوجية لفائدة هذه الفئة، يسعى القطاع إلى تدعيم الشبكة الحالية من المراكز المخصصة لهذه الفئات البالغ عددها 5 مراكز جهوية متخصصة متواجدة بولايات الأغواط والجزائر العاصمة وسكيكدا وبومرداس وغليزان، بإنجاز مراكز بجنوب البلاد للتكفل بأبناء هذه المناطق الشاسعة من وطننا. زيادة على هذه المجهودات المبذولة من طرف قطاع التكوين والتعليم المهنيين لضمان تكفل أحسن وأفضل لهذه الفئة، يجب التذكير في هذا المقام بالعمل التشاركي الذي تقوم به مع قطاعات التضامن الوطني والصحة والحركة الجمعوية من أجل التكفل بالجوانب النفسية والاجتماعية والصحية لهذه الفئات.